وللمزيد أكثر من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. يعني بعد التحية أستاذ عماد، مبادرة جيل جديد بتأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تعكس هذه الرعاية الكريمة اهتمام القيادة السياسية بالمناطق الحضارية تحديدا الجديدة منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المبادرة بطبيعة الحال في غاية الأهمية، لأنها بتربط الأجيال الجديدة خصوصا من المناطق الحضرية الجديدة ببلدهم ومعالمها وتراثها وكل ما يربطهم بالاندماج في المجتمع بصورة طبيعية وصورة جيدة. نعم. وبالتالي أنا أظن الإختيار ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة أو الدولة بمثل هذا المجهود. سبق هذا العمل الذي يعني رأيناه في بورسعيد أن تكرر في العديد من المحافظات على ما أتذكر في إسكندرية قبل سنة تقريبا، وتكراره وتحويله إلى يعني ما يشبه الظاهرة أو اللقاء السنوي، ده شيء مهم جدا يهدف إلى ربط أبناء هذه المناطق بالتطورات اللي موجودة في بلدهم. وأنا أظن مهم جدا في هذه الأيام الصعبة على المنطقة بأكملها، من المهم أن الشباب عموما وكل من يعني بعيدين عن فكرة ما يجري في العالم وفي المنطقة وفي بلدهم، مهم انهم يعرفوا، وخصوصا يعني على سبيل المثال في هذا في هذه الجولة او هذه في هذا الملتقى، الشباب زاروا اماكن مهمة في خصوصا الانفاق. يعني لما الشباب صغير السن يزور انفاق اللي بتربط بورسعيد بسيناء ويدركوا انه سيناء اللي كان يعني في حاجز بحر بيفصلها عن الوادي والدلتا، الناس تقدر تعديها في 5 دقائق، ده تطور مهم. والمتحف الحربي ومعالم كثيره تم زيارتها، بتعكس محاوله ربط هذه الاجيال الجديده ببلدها وتعميق الانتماء لها. يعني استاذ عماد، بذكر هذه النقاط، يعني حدثني اكثر عن الانتماء، انتماء هؤلاء او هذا الجيل تحديدا الذي تعرض لكثير من الظروف الخاصه سواء يعني محليا او اقليميا او عالميا، كيف تكون هذه المبادره لها الدور في تحقيق الانتماء من اول وجديد لهذا الجيل؟ الانتماء كما تعلمين يعني بيتم عبر مجموعه متنوعه من الاساليب، ومن في المدرسه، في البيت، في المسجد، في الكنيسه، لكن ايضا احد يعني طرق تعميق الانتماء هي الجولات والزيارات للشباب لزياره المعالم. نعم. فلما فيش ومع السوشيال ميديا للاسف الشديد عدد كبير من الشباب بيبقى غير مدرك لمحيطه الداخلي، قد يعرف بعض المعالم الخارجيه التي يصادفها في فضائيات او في السوشيال ميديا، لكنه قد يكون بعيدا عن الجوار المباشر معالم بلده. فبالتالي لما ملتقى زي دول والناس تروح بورسعيد وتتفرج وتزور المتحف الحربي واسم شرطه المواني، اللي هو مش مجرد اسم شرطه عشان الناس تزوره، هو لانه ده مبني من فتره الثلاثينات من القرن الماضي، يعني داخل على 100 سنه تقريبا، على مصانع اللي هي بتعمل مصانع كاوتش للسيارات على سبيل المثال، انفاق 30 يونيو، دي كلها يعني ما بين معالم تاريخيه الى معالم بحريه الى معالم صناعيه، اللي هي فكره انه بيشوف مصنع، المصنع ده بينتج منتج بيسد حاجه في السوق، مجموعه كبيره من القيم والمبادئ مهم جدا ان هي تكون موجوده لدى يعني مش بس يعني المناطق الحضريه، ولكن ايضا طلاب المدارس. انا شاهدت في زياره لليابان طلبه مدارس ابتدائيه يعني اعمارهم ما بين 6 إلى 8 سنوات. نعم. بيزوروا متحف هيروشيما، بيقولوا لهم المنطقه دي اتضربت بالقنبله الذريه سنه كذا ومين اللي ضربها. الجي رغم من العلاقه الامريكيه اليابانيه الجيده، لكن بيقولوا للاطفال التاريخ بتاعنا هو ده من الاطفال وهم صغيرين. وبالتالي احنا محتاجين يعني مثل هذا النوع من الجولات لكل المعالم اللي موجوده في مصر، انه الجميع يشاهدها خصوصا الاجيال الجديده. نعم، الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق، شكرا جزيلا لك.